بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. باسمي وباسم إدارة مدرسة الحكمة الدولية أتقدم بخالص الشكر والعرفان للأهل الكرام والمعلمين والطلبة ولكل من شارك وفاز في مسابقة حفظ القرآن الكريم، وما هذا إلا نتيجة جهد وعمل متواصل من قبل أصحاب الهمم العالية في قسم التربية الإسلامية. أكرر شكري لكم جميعا وأقول: من أي أبواب الثناء سندخل، وبأي أبيات القصيد نعبر، وفي كل لمسة من وجودكم وأكفكم للمكرمات أصدر. بارك الله لكم وأسعدكم، فجزيل الشكر نهديكم ورب العرش يحميكم. أسعدكم المولى وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم. ولنقرأ ولنرتقي وفي الجنة نلتقي، ننتظر الحفل العظيم وعدو مولانا الكريم. والقرآن ربي وقلبي يصحبني دوما في دربي، في كل وقت أتلوه ومرادي أن يرضى ربي. والقرآن ربي وقلبي يصحبني دوما في دربي، في كل وقت أتلوه ومرادي أن يرضى ربي. ولنقرأ ولنرتقي وفي الجنة نلتقي، ننتظر الحفل العظيم وعدو مولانا الكريم. والقرآن يرفعني بالأخلاق يربيني، أتلوه ليلا ونهار يا ربي فاجتابيني. والقرآن يرفعني بالأخلاق يربيني، أتلوه ليلا ونهار يا ربي فاجتابيني. ولنقرأ ولنرتقي وفي الجنة نلتقي، ننتظر الحفل العظيم وعده مولانا الكريم. معه تعلو همتي لا تضيع أوقاتي، والبركة في كل عمري معه تحلو حياتي.